متجهة صوب الحسين. تنصح الشباب الآن الاستفادة من هذه الزيارة، السيرة بسيرة الحسين وأصحاب الحسين وأهل الحسين، أنصار الحسين هم خير قدوة لما بذلوا ولما ضحوا من أجل الحسين، كانوا يتنافسون على المنية أحدهم ينافس الآخر، وخير مثال على ذلك ما روي أن حبيبنا مظاهر قصد إلى خيمة زينب عندما قال زينب الحسين أخبرت أصحابك يا أبا عبد الله؟ قائلها والله وجدتهم يستأنسون بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. أحد الأصحاب منهم نافع بن إله البجلي جاء مسرعا إلى حبيبنا مظاهر قال له يا حبيب إن زينب تسأل الحسين تقول له هل خبرت أصحابك؟ فحسر حبيب ابن مظاهر عن عمامته وهو الشيخ طاعن بالسن وأتى إلى باب خيمة زينب فقال السلام عليكم يا أهل بيت الرسالة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة والتنزيل، وأخذ يحث التراب على رأسه ويقول من مثلي وزينب تسلم عليه. فتسابق الأنصار، فالحري بشبابنا بأهلنا أن يقتدوا بالأنصار الحسين بأصحاب الحسين، سير الشباب توجههم إلى قبلة الأحرار، الحري بالشباب أن يسيروا على نهج أصحاب الحسين. اعتيادي كان أنصار الحسين ليلة العاشر من المحرم لهم دوي كدوي النحل بين قارئ للقرآن وقائم للصلاة وداع ومبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، فخير مثال وخير قدوة هم أصحاب الحسين عليه السلام.